وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا الحديث تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون هو في نفسه ممتثلا ما يأمر به ومنتهيا عما ينهى عنه، لأنه في غاية الخطورة أن يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر على لسانه فقط لا يكون واقعا في حاله وعمله وسلوكه، فهذا في غاية الخطورة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي دعوة شعيب عليه السلام لقومه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالآمر معروف والناهي عن المنكر يجب عليه أن يراعي هذا في نفسه هو بأن يكون ممتثلا للشيء الذي يأمر به منتهيا عن الشيء الذي ينهى عنه. وفي هذا الحديث أنه يجاء برجل يوم القيامة ويلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار وهم في غاية العجب، متعجبين أشد العجب من وجود هذا الشخص بينهم في النار، يقول له: يا فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بمعروف وتنهانا عن منكر؟ يعني معروف بسيرته عند العصاة أنه ينهاهم ويأمرهم، فتعجبوا غاية العجب من وجوده بينهم في النار يوم القيامة، فقال: كنت آمركم معروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فكان باء بهذه العقوبة والعياذ بالله. نعم.